أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم من يقول بأن السنة معظمها وحي ويقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ في وسائل الدعوة فصوبه ربه وأدبه، ويقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم فمن دونه لا يقبل قوله إلا بحجة سائغة، فما حكم هذا القول والدراسة على هذا الشخص؟ هذا كلام قبيح، كلام سيء، ولا يجوز سماعه والسكوت عليه، وتنقص للرسول صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا قال فيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا يخطي الرسول صلى الله عليه وسلم في أمور الدين وأمور الشرع، وحي من الله. أما أمور الدنيا، أمور الدنيا الرسول يستشير أصحابه في أمور الدنيا، أليس كذلك؟ في أمور الدنيا يستشير أصحابه. وأما أمور الشرع هذه توقيفية، وحي من الله جل وعلا، لا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم.